كابتن رضا ده يخليني يعني اخد من كلام ابراهيم، وهو يعني يخليني اقول ان كارتيرون تفوق على نفسه في المباراه ديت، تفوق على فايلر، قدر ان هو يتعامل مع المباراه يوصلها لضربات الترجي. ايه بتبص لي ليه؟ عايزني اقول طب ايه؟ بص لي من طيب الاول. بص، عشان بس ايه نتكلم بما يرضي الله. لو هنتكلم فنيا هنتكلم كتير قوي. انا عايزك تتكلم بما يرضي الله. طيب، الشوط الاولاني نادي الزمالك بيلعب بامكانيات لعيبته، مفيش لا خطه، مفيش مع كلام مع اللعيبه، ما حفظوش حاجه، الراجل ما قالهمش حاجه، بدليل ان الشوط الاولاني كله بيلعب عشوائي. زيزو بيمسك الكوره بتتقطع منه مرتين ثلاثه، واوباما يعني نفس انت مش شايف الكلام ان كارتيرون ليه دور؟ في التغييره بس بتاعت عبد الله جمعه. كابتن واخد بطولتين، حبيب قلبي ملهاش اسمعني علاقة. اسمعني اسمعني كابتن واخد اسمعني. لسه بطولتين طب في ولو اسبوع الكوره واحد، بتاعت اجايد اسبوع دخلت، واحد لا واخد بطولتين. ماشي، احسب له ماشي، ويحسب لنادي الزمالك ويحسب للعيبه ومجلس ادارته وكل وجماهير اللي هي راحت ايوه صح. النهارده واللي راحت قبل كده في الماتش بتاع السوبر. انت مقتنع ان كان في خطه النهارده لنادي الزمالك؟ هو انت بتحاسب المدرب على ايه؟ ما احنا هنتكلم فنيا، مش على لا خلي بالك، نتائجه؟ لا سيبك من نتائجه بقى، ما سيبك قشطه تاخدناش كده. بالنتائج بص صح. احنا بنتكلم فنيا، هتقول يبقى مبروك لجماهير نادي الزمالك وبطولتين والكلام ده، هتتكلم فنيا هنتكلم فنيا. اتكلم فنيا. انا مش انما ما بسكت، تقاطعنيش بقى وتقول لي انا ايه مش اصل بقاطعك والله، كارتيرون انا مش اصل بقاطعك فايلر. خالص بص والله. فايلر النهارده هو اللي يشيل الدنيا دي كلها. النهارده الاثنين هو اللي مدربين. يشيل. طبعا طبعا، اولا هو قال لك الخطه كلها ان او المفاجاه كلها جيراردو ده، واخد بالك، ورب الكعبه ما يلعب درجه ثالثه. شوف انا بقول جيرالدو طبعا، ما يلعبش درجة ثالثة. ايوه طبعا، مش ده النادي. احمد الشيخ قده مليون مره، وليد سليمان لو لعب النهارده قده مليون مره. وليد سليمان ما لعبش ليه؟ تقدر تقول لي ما لعبش ليه؟ ليه؟ ما اعرفش. أنت فنياً. معانا فنيا هو الراجل مش الراجل عاش في دور ان هو باي حد يلعب هيكسب. في ماتشات معينه لازم لعيبه معينه تلعبها. وليد يعني سليمان، وليد سليمان اولا كان لازم اولا يلعب. نزول كهربا ده غلط، وانا قلت الكلام ده معاك الاسبوع اللي فات. مظبوط. ما هيلعب امتى كابتن؟ لا معلش معلش، النهارده في جماهير. انا فاهم. ما هو لا اسمعني اسمعني بس، عشان تبقى عارف، انت عديت بالموضوع ده وانا عديت بالموضوع ده، كلنا صح. واخد بالك. كهربا مش زينا انا فاهم. يعني، ده نرفز بدليل ان هو ضرب طارق حامد، واخد بالك. احنا بنقول ايه؟ الماتش اللي فيه جماهير كهربا ما كانش لعبه. عايز تلعبه لعبه من الاول، عشان اول الصدمه ربع ساعه تلت ساعه نص بعد ساعه كده الشوط بيتعب. الاولاني، وبعد كده هيبدا يديك مردود. انما انت منزله في الدقيقه 74 ولا 73، دي لازم رقم واحد، متعصب وعايز يثبت وجوده. وعايز يجيب جون في الزمالك، وعايز يقول لجماهير الزمالك انا اهو وجماهير الاهلي انا اهو، فعليه ضغط، دي رقم واحد. رقم اتنين ما بيلعبش في حتته. طب ما تلعبه ناحيه الليفت. هو كهربا بيبقى كهربا امتى؟ لما بيجي من ناحيه الليفت ويروح على الجول. تالت حاجه، تالت حاجه، يعني انا مش يعني انا شفت وليد بيسخن، انا قلت اول تغييره. طب انت النهارده حسين الشحات مش قادر يشيل رجله، جيلاردو دوت عمال يهجس في الكوره، واخد بالك، وسايبين هو النهارده نجم المباراه في النادي الاهلي بما يرضي الله الو ديانج. قالوا ديانج ده بقى اللي لعيب كوره، اللي بصراحة كان بيعمل كل حاجه النهارده في الكوره، بيقطع ويسلم ويستلم وبيشوط على الجون، هو وراح نجم مضيع المباراة. كورتين، واخد بالك. انما اللي اسمه فايلر النهارده غروره والعنجهيه بتاعته خسرته الكاس، دي رقم واحد. ان على النقيض بقى الناحيه الثانيه، انت مصمم على اوناجم ليه؟ طيب انت في الوقت ده، استنى بقى، في الوقت ده انت مفروض، انت مش عايز تروح تجيب جون، انت عايز تقف بقى وتلعب النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي ممكن في الثواني الاخيره بيلب.